الأخشاب. إيه طبعا شغل بسيط جدا، حتى يعني إيش نقدر نقدر أكل ولا شرب، أنا بدي شبشب ألبسه لأنه هذا شبشب أختي ما عنديش شبشب ثاني تلبس. حتى الأطفال بدأ يجي لهم أوعيهم، التدقيق أوعيهم بدأ يجي لهم من قلة الأكل ومن قلة الغذاء. طيب هاي الأطفال تديك كل الشغل صار تديك. كنا نشتغل نطعم الأطفال حليب ونطعميهم حاجات سريلاك وزيادة عشان إيش الطفل يكون ناصح وصحته قوية. هلقيت ما فيش